رئيسة جمعية المرأة الصحراوية إلى الكويرة، وشكرا لها على حضورها على تشريفها لنا في هذه المناسبة القيمة. أية آفة. حقيقة نحن دائما وراء صاحب الجلالة الملك محمد سيدي صلوات الله عليه في تفعيل خطبه الملكية الثانية، وذلك نمدد بكل التأسفات وبكل المخلوقات وبكل ما تتعرض عليه الدولة المغربية من تأسفات للمساس بالوحدة الترابية والمكانة المغربية من جارتنا الجزائر، وكذلك التدهور الذي حصل بين المملكة الإسبانية وفي العلاقة بين المملكة الإسبانية والمملكة المغربية. لهذا ارتئينا أن ندعو الندوة الصحفية والمؤطرين والأساتذة يقولوا كلمتين في هذه الندوة، وشكرا لكم.